شلون الاخوان؟ الصحه عليكم السلام. فقالوا لازم يتبدل البورد هذا يصير اكبر، يعني هاي قاعد يريد ياخذ العمود الفقري مثلا ما يطلع بس عده كم فقط ماكو غيرها، يعني تدري المستشفى كلها. فهو هذا الميز اللي جابوه، هذا الجهاز اللي عليه صار شويه مشاكل قالوا هذا الجهاز ما يتحمل شغل او انه يكون يتبدل. المنظمه الواحه بانه هي الوحيده اللي من صار طبعا من دخلوا على العبوات، عبوات كانت المستشفى فيها عبوات، فدخلوا عبوات موجوده ويا دكتور تي سي رالي طلبت وياهم. من صار التحرير اول ثلاث ايام هم جو عليهم. زيارة ميدانية ومعي الأستاذ رافع طاي عضو مجلس قضاء الموسم إلى ناحية الحيارة وزيارة مديرية الأمن الوطني في نينوى من أجل اكتمال التصاريح الأمنية للدوائر الخدمية، وأيضا كان لنا زيارة إلى مستشفى القيارة والاطلاع على آخر الاستعدادات لفتح هذه المستشفى. ومشكورة أيضا منظمة ألواح الفرنسية التي قدمت الدعم لفتح مستشفى الطوارئ وكذلك فتح صالة للنساء من أجل المباشرة في هذه المستشفى. وأيضا التقينا بالمراكز الصحية في القيارة وهم أيضا مستعدين لافتتاح هذه المستشفى بأقرب وقت. أيضا كان لنا زيارة إلى مخيمات جدعة واحد والالتقاء بإدارة المخيم وكذلك بالمواطنين والاطلاع على مشاكلهم والاحتياجات الموجودة في هذا المخيم. أهم أيضا هناك في توفير خدمات مادة الوقود وكذلك الجوانب الصحية، وسيكون لنا إيعاز إلى كافة الدوائر التي هي معنية بتوفير الخدمات إلى المخيم وكذلك بقية المخيمات.